طبعا معروف دمياط يعني خشب، دمياط يعني اساس، اي عرسان بيجهزه بيطلعوا على طول على دمياط. طب مش هيعرفوا يسافروا؟ بقى موجودين دلوقتي في محافظات مختلفه، يعني نفس المحل او المصنع او الورشه اللي بتعمل خشب في دمياط بقت موجوده في محافظات مختلفه عشان تاثر على الناس كمان، لكن يبقى شعار الجوده موجود في خشب دمياط. معانا دلوقتي على التليفون استاذ حسام شبكه، مدير جهاز تنميه المشروعات في دمياط. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير على الساده المشاهدين كلهم. يا اهلا بحضرتك، عايزين نتكلم معاك في البدايه عن المميزات اللي موجوده في المرحله الاولى من هذا المعرض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المعرض ده زي ما الانترو بتاع حضرتك كان بيقول، ده في اطار توجه الدوله للنهوض بالصناعات المتوسطه والصغيره والمتوسطة الصغر كلها، وخاصه لما نتكلم على دمياط فاحنا لازم نتكلم عن صناعه الاساس. تم التنسيق مع معالي الوزيره ومعالي محافظ دمياط لإقامة المعرض. احنا توقفنا السنة اللي فاتت واللي قبلها بخصوص عشان موضوع كوفيد كورونا، وبدأنا السنة دي إن شاء الله نعيد تاني بعد أربع دورات تموا أو أربع سنين تموا. المعرض ده احنا كنا بنراعي فيه إن يكون فيه أكبر عدد من مستفيدي جهاز تنمية المشروعات ومن صناع وتجار الأساس في محافظة دمياط. زي ما حضرتك قلت في 62 عارض مشاركين، حاولنا إن احنا نغطي كافة الأذواق، كافة المستويات، كافة أنواع الموبيليا من حجرات نوم وحجرات سفرة وأطفال وأنتيكس وأنتريه وصالون، كل الأذواق موجودة، بحيث إن العميل اللي هيدخل المعرض هيلاقي إن شاء الله كافة الأذواق وكافة الفئات السعرية. في نفس الوقت هيلاقي خشب طبيعي، هيعرف إيه دمياط ودمياط بتنتج إيه من حجم المعروضات اللي موجودة. بتختاروا العارضين ازاي يا فندم؟ يعني هل في شروط معينه للراغبين في الانضمام؟ في شقين في اختيار العارضين. اولا في مجموعه كبيره من العارضين دول من مستفيدي جهاز تنميه المشروعات، دول تمتعوا بخدمات سواء خدمات ماليه او غير ماليه من اللي بيقدمها الجهاز، زائد مجموعه ثانيه من مدينه دمياط للاساس، زائد مجموعه من المحافظه. عظيم. جزء منهم من جهاز تنميه المشروعات، معنى كده ان هم لسه يعني شباب او مشروعاتهم صغيره، مش تجار كبار. مش بالظبط، وفي ناس منهم بدات معانا من زمان جدا بتمويلات بسيطه جدا وبدات تكبر. فاحنا بنتكلم على قطاع كامل او محافظه كامله شغاله في قطاع صناعي كامل، فكل التشكيل او كل الانواع موجوده. عظيم. هل كل العارضين بيبقوا من دمياط، يعني ورش ومصانع دمياط، ولا بيشمل عارضين اخرين؟ لا، المرحله دي كل العارضين من محافظه دمياط. اوكي، طيب مده المعرض قد ايه؟ ان شاء الله المعرض تم افتتاحه يوم 3، يوم الخميس 3، بحضور معالي الوزيره وزيره التجاره والصناعه والرئيس التنفيذي لجهاز تنميه المشروعات مدام نيفين جامع، ودكتور منال عوض، استاذ دكتور منال عوض محافظ دمياط. هيستمر لمدة 10 أيام، هينتهي يوم 12/3، ونبدأ إن شاء الله بعده على طول تجهيز للمرحلة الثانية بإذن الله. طب يعني بالنسبة بقى نتكلم في الشق المهم قوي وهو الأسعار، يعني زي ما شاذلي كان قال إنه اللي عايز يجهز بيته أو مقبل على جواز أو 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 كل الناس بتروح لدمياط، لكن هل المعرض بيوفر يعني مميزات مختلفة، مثلا تخفيضات في الأسعار؟ من النقط اللي أكدت عليها جدا مدام نيفين جامع ودكتورة منال عوض إن الناس تحس بفرق. فحضرتك هتلاقي في المعرض في خصومات بتتراوح من 15% ل 30%. من 15% ل 30%. بالظبط. طيب عظيم. الإقبال عامل إيه؟ الإقبال كان جيد جدا يوم الافتتاح، الإقبال امبارح كان حلو جدا. نتمنى يا رب إن احنا الفترة الجاية يبقى الإقبال كويس، الناس العارضين يبقوا راضيين عن ما تم وعن حجم المبيعات بتاعتهم، عشان ده يخلينا نقدر نتكلم بعد كده مش في خمس مراحل بقى، ان شاء الله في 10 مراحل يا رب ان شاء الله. ان شاء الله على خير. مشكورك يا فندم، شكرا جزيلا. حسام شبكه، مدير جهاز تنميه المشروعات في دمياط، شكرا جزيلا ليك.